عسلمة عسلمة، مرحبا بكم في نهار جديد في شهر رمضان. اليوم باش نبارتاجي معاكم دبارتي ان شاء الله. عندي كعبات حوت، كعبات دورادو وقاروس باش نعملهم مشويين، دونك قررت باش نعمل معاهم عشاء صغيرونه بتاع بصل. قصيت البصل بتاعي، قليته بالكدا، فوحت ولهني وقاعدة نقلي في هيك الفاح مع البصل. الشوربة متاعي قاعدة تطيب، اللي هي اليوم ان شاء الله عملت شوربة لسان عصفور. هذوما هما كعبات الحوت متاعي، فوحتهم بشوية كمون، شوية ثوم، شوية قارص، وشوية زيت زيتونة. نخليهم يشربوا، جرحتهم شوية بالسكينة، نخليهم يشربوا فيحهم في عقلهم، ومن بعد نخليهم لاخر وقت باش نشويهم على الكانون. بالنسبة للعجة متاعي، بعد ما تقلى هيك الفاح، حطيت سنينة ثوم وزدتها جراين فلفل قسيته جيد، ورميت العظمات متاعي كما قاعدين تراو وخليتهم مراوبين. الشوربة قاعدة تيب. البريك حضرت له كل شيء، حضرته في ساعة هكا، حضرت له شوية بطاطا، حطيت فيه فروماج رابي مالح وشوية حلو عادي، وحطيت شوية موتزاريلا، 3 كعبات عظام حطيتهم على جنب، ما نخلطوش الفارس من الاول باش ما يشيحلناش. ومن بعد وحضرت كعبات البريك كالعادة، نخليهم في اخر وقت نقليهم. لهنا مشيت بديت نحضر في الطاولة متاعي، حطيت الفاريونت، حضرت السلطة المشوية اللي هي ديجا قديمة، معناتها محضرتها قبل بليلة، زينتها، خلطتها بالزيت. توا باش نحط هيك صحين العجة متاعي، وهذه الشربة متاعي طابت. ومقعد كان باش نشوي الحوت، حضرت الكانون متاعي، شويت كعيبات الحوت كما قاعدين تراو، قليت البريك، وحضرت طاولتي. هذه هي طاولتي للنهار الرابع متاع رمضان. ان شاء الله تكون عجبتكم الدبارة، وبسلامة.